حد تروماتيك في اي حد انفايرومنتال زي تروماتيك برين كده، هل الطفل ده ممكن يبقى معاه سيرفايكال سباين انجري؟ وانا اصلا ليه يجي في دماغي السؤال ده اصلا، يعني انا ليه يجي في دماغي سؤال سيرفايكال سباين انجري او ما يجيش؟ يعني مش وانت شايله حتى ممكن تاذي السباين؟ مش وانت بتعمل انتيوبيشن وماسك كده رقبته ممكن تاذي السباين؟ فورشنتلي السيرفايكال سباين انجري مش من الحاجات الكومن في الدراونينج ايفنتس الا في حالات قليله، وعشان كده لازم تسال عن الميكانيزم اوف انجري. يعني تساله غرق ازاي، غرق في ايه؟ قال لك مثلا غرق، يعني لسه كان حد من قريب في بير مثلا، انا مش عارفه ايه بير، يعني بير يعني مثلا حاجه قريبه مثلا، ففي فرصه ان هو راسه تخبط في الارض، هل في حاجه سوليد مثلا قريبه فممكن فعلا تخبط تعمل له هيد انجري، وبالتالي ممكن يبقى معانا سيرفايكال سباين انجري. فاحنا هنفكر في السيرفايكال سباين ده على حسب الميكانيزم، اللي هي لو في هيد انجري، او اصلا هو قالت لك ان هو كان بيحاول يعمل دايفنج في شالو ووتر مثلا، في كان بيدايفنج مع الدايفنج ده خاصه ان هو نط مثلا في بسين او كده او شالو ووتر وكان بيعمل دايفنج. وفي هتلاقي في قصص لناس مشهوره على الفيسبوك حصل لهم كوادريبليجيا ومن دايفنج ايفنت، وكان بينط فراسه اتخبطت في الارض بتاع البسين او المكان اللي كان بيعوم فيه ده، وحصل له سيرفايكال سباين انجري. دي نقطه مهمه جدا جدا وانت بتاخد الهيستوري لو انت دكتور الاي ار. وقع في ايه؟ مش هيطول معاك في حاجه، بس انت لازم مخك يبقى اورينتد هنا، وكمان وانت بتركب تيوب وانت هنعمل له سيرفايكال سباين سي تي ولا مش هنعمل له، بدل ما مش اللي هو اعمل له يلا ماشي يلا مش هيخسر، لا شوف انت بتعمل ايه. هو انكومن الا في الحالات اللي انا قلتها دي، تمام؟ فالروتين سيرفايكال سباين ايموبيلايزيشن اصلا از نوت ريكومندد، وكذلك السيرفايكال سي تي. خلصنا الجزء الاولاني، وانت المفروض بقى اتعاملت معاه يعني في المكان اللي غرق فيه وفي الاسعاف، ووصل لاستقبال المستشفى ودخلت خلصت خناقه الاستقبال واستقبلوه تحت في الاي ار. لو انت دكتور الاي ار، انت دكتور دلوقتي الحاله جايه لك في الاسعاف وجات لك، خلاص اعمل ايه وابص على ايه؟ المفروض ان انت في حاجات بتبقى مطمئنه ليك اللي هي اي بي سي، لو سالت اي حاجه في اي حته في موقف اي بي سي. بس انا عايز اعرف برضو اركز على ايه عشان ابقى اورينتد ومفيش حاجه تو بي مزد مني. هل عنده حاجه سبيشال الواد ده؟ لازم رابيد ديتيلد هيستوري. انت بتتكلم في واحد جه غرقان، رابيد ديتيل هيستوري، فهتلاقي في ناس اللي هي قاعده سايبه الحلا وبتاخد منه هيستوري يا سعيد. لا مهم، عشان الحاجات اللي انا قلت لك عليها من شويه دي كلها، دي اصلا لازم انت تاخدها في الهيستوري عشان اعرف اعمل ايه. ومش معنى ان انت تاخد هيستوري ان انت هتاخد سايب الحلا وقعدت تتكلم ترغي، لا ده كل ده وزن سكندز. لو هي في دماغك ودماغك مايندد هتبقى الحاجات دي بتعملها وزن سكندز. غرق في ميه شكلها ايه؟ ميه فريش ولا ميه سولت؟ بالنسبه لي غرق في تمبريتشر، قعد قد ايه تحت الميه؟ السؤال ده فيري فيري امبورتنت، ما ينفعش ما تسالوش، لازم تسال قعد قد ايه تحت الميه. مع ان ليه البروكنوزس ده ذا موست كروشال في البروكنوزس، هي مده الوقت اللي قعده تحت الميه. وتخلي بالك وانت بتاخد هيستوري مننا، يعني احنا كمصريين مثلا عندنا الوحدات ايه الوقت، يعني ايه بنقربها شويه، يعني الخمس دقائق عندنا دي اسرع حاجه مثلا، ما تبقى عايز اي حد انا فاضل لي خمس دقائق، ففي بعض الاحيان تلاقي حد بيقول لك خمس دقائق، يعني خمس دقائق دي هو يقصد كنايه، هي كنايه عن ايه انه ما طولش يا دوب خمس دقائق، في حين ان خمس دقائق دي بالنسبه لنا، وهتلاقي كمان رقم خمس دقائق ده بالظبط كده، ده الرقم بتاع البور بروجنوسيس. فانت لازم تفهمه قاعد قد ايه بالظبط، بالظبط يا حاج قاعد قد ايه، عشان انا بالظبط التوقيت ده مهم بالنسبه لنا. وانا مالي يعني هيفرق معايا؟ طبعا هيفرق معاك في البروجنوزز، انه حتى لو ساب سيكولي تبقى عارف ان هو من البدايه جاي وحش ولا من البدايه كان جاي معقول وهو ديتيريت عندنا. فاللينس اوف سبشن دي حاجه فيري فيري امبورتنت ان انت تعرفها. هيفرق معايا كوموربيد كونديشنز، الطفل ده ايبيليبتيك، ده عنده حاجه كاردياك، ده دايابيتيك وبيتعالج، بتعالج من اي حاجه؟ يعني الكلام ده كله على فكره في وقت الجد بيتاخد في ثواني. يعني الميكانيزم زي ما انا قلت لك، هل هو دايفنج مثلا، في كراش اكسيدنت مثلا في البتاع، في بتاع اللي هو اللانش اللي بيمشي في البحر دوت، في ناس بتخبط فيه، في حوادث بتبقى كده، لازم تسال عشان اعرف اخد بالي سيرفايكال سباين افكتد ولا لا، اخد بالي اعمل له سي تي بتاع السيرفايكال سباين قبل ما اطلعه العنايه ولا لا، بدل ما انت بتعمل كده بالماشي او يبقى مسد منك. كان في ووتر كونتامينيشن، يعني قال لك غرق في الترعه مثلا،
لا ده انا مهم، مهم ليه؟ مهم بالنسبه لي اعرف فيه فرصه الانفكشن، الانفكشن بالنسبه لنا احنا طبعا يعني ممكن ما تفرقش معانا قد كده، لان هو ده ريليتدلي روتين ادمنستريشن الانتيبيوتكس يعني. فاحنا ما شاء الله يعني، يعني في يعني كلنا بندي انتيبيوتكس، الحالات اصلا نوت انديكيتد. فحته ان الميه اللي غرق فيها ميه ملوثه دي حاجة هتروح ناحية الانفكشن بقوة، وكمان حاجة ساعتها هتسسبكت الاورجانيزم، يعني عايزين الحاجات اللي هي الووتر بورن، سودوموناس، البروتياس، فلازم تعرفوا غرق فين، غرق في ترعة غير غرق في البحر، غير غرق في البسين. طيب هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اي بي سي، اير واي وبريثنج. خلاص انا عرفنا اصلا اير واي وبريثنج، انا هشتغل عليه. واكسجينيشن قلنا ان هي اهم حاجة هنا، وان انت تدي سبلمنت الاكسجين لو هو كان فايق، لو كان فايق الطفل ده مش لازم يبقى جاي لك ضايل يعني او بيأرست، كان فيس ماسك كده كفايه تمام، او هو سبونتينيوس بريثنج، او ان احنا هنحتاج نعمل انتوبيشن. ايه هي الانديكيشنز من الانتوبيشن في الاطفال دول؟ اول حاجه جاي لك بسيفير او ساينز نيورولوجيك امبيرمنت ومش قادر يبروتكت الاير واي، جلاسكو مثلا 7، هايبوكسيميا بالرغم ان انت حاطه على هاي فلو اكسجين مثلا بي او 2 بتاعه تحت ال 60، ساتوريشن بتاعه تحت ال 90 تمام، خلي بالك. وخلي بالك ان هو ده هو لسه داخل كده اون ادميشن، ده اد بريزنتيشن يعني، ده شويه وهيديتيريوريت ممكن جدا، فلما تلاقيه تحت 90 خلي بالك برضه. بي سي او 2 بتاعه فوق ال 50 لا ده محتاج انتيوبيشن. ما تقعدش في كده زون كده ما اعرفش اسمه ايه كده، اللي هو طب ما نستنى عليه شويه، ما يمكن، لا يا اخويا ما نستنى، ايه بقول لك، هو ممكن يبقى جالك نورمال وساعتين ثلاثه وديتيريوريت، فلا ما تستناش، هو جاي غرقان. وخاصه لو انت من الهيستوري اللي انت ما قدرتش قيمته، قال لك ده غرقان دقيقتين ثلاثه تحت الميه، لا خلي بالك. ماشي، او ابنيا او ارست، ده طبعا دي مش محتاجه حد يتكلم فيها. في حته هنا مهمه جدا اللي انا برضو لسه قايلاها، حته ان بعد الدراونينج ايفنت ممكن الاطفال دول يبقوا انيشلي شكلهم سيم وحلو ما عندهمش مشكله، ولكن يحصل لهم كلينيكال ديتيريوريشن بسرعه جدا نتيجه بولموناري ايديما. يبقى كلمة السر عندك هنا pulmonary edema. عشان كده قبل ما تفكر ان انت هنخرجه، جالك الواد اهو غرقان قعد قد ايه حبيبي ده واقع في الترقعة، ما كملش دقيقتين والله وطلعناه بسرعة، طب الحمد لله وجاي كونشس وحطيناه على اكسجين، ايه ده ما شاء الله ما شاء الله، الدكتور عدى عليه الساتيوريشن بتاعه، ايه ده بسم الله ما شاء الله ده 100% ده انت احسن مني حبيبي وروح. لا ما تروحوش، خاصة لو لقيته قاعد قعدوا دقيقة دقيقتين، لا لا ما تروحوش اصلا تمام. امال ايه يعمل ايه؟ فده قعده على الاقل من 4 ل 8 ساعات، وغالبا خليه 8 ساعات تمام، قبل ما تقرر ان هو يخرج. وقبل ما يخرج تبص عليه تاني وتشوف تاسس تاني الحاجات دي. ليه يعني اشمعنى 8 ساعات؟ هم لقوا ان الناس يعني اللي هتعدي 7 ساعات ما حصل لهمش حاجه فيها، رير ان يحصل اي كومبليكيشنز بعد كده، فلذلك قرروا وقت الثمان ساعات. يبقى انت لو جالك حد بالصوره دي معلش يعني قعدوا معاك الثمان ساعات تمام. طيب يبقى احنا قلنا الاي بي سيركيوليشن، سيركيوليشن لا لازم تسبورت سيركيوليشن، هتدي ريسوستيشن لو هو طبعا كان في مشكله مثلا في البرفيوجن، ممكن تدي له على نورمال سلاين على 20 ام ال بير كي جي كوشسلي، كوشسلي ليه؟ عشان قلت لك تدي 10 وشوف كده، مش يمكن تلاقيه بابل، انت تديت شويه فوليوم هنا لقيته بابل، انت مش عارف ايه اللي حصل بالظبط، طول قد ايه وهايبوكسيا قد ايه. وخلي بالك من ضمن الحاجات اللي بتحصل من الهايبوكسيا بموناري هايبرتنشن تمام، ممكن يحصل لك مشاكل كده يعني كتيره جوه، فانت محتاج فوليوم برضو، انت محتاج فوليوم، بس خلي بالك ان هو وارد جدا يدخل في بموناري ايديما. فانت بتبقى بتعمل حاجه وبتقيم، بتعمل حاجه واسس، انت بتعمل وتاسس تمام. ليه؟ لان انا عارف انا عندي حاله يعني عايزه تدخل في بموناري ايديما، بس السيركوليشن برضو مهمه، محتاج انوتروبس او فازوبريسورز يبقى دخله تمام. فدي حاجه مهمه تعامل معاك كاي بيشنت شفته. طب الديسابيلتيز، الدي ديسابيلتي اللي هي حته النيورولوجيك، دايما بنقولها على النيورولوجيك، خلي بالك هو اللي حصل له حصل له، يعني شويه اللي قعدهم في الميه ده قدره، اوكي قدره برايمري برين انجري حصل. طب لكن انا المفروض انا دوري انا ايه بقى، انا ما زودش عليه الموضوع، فانا المفروض افويد السكندري برين انجري، وانا ممكن ادخله في سكندري برين انج طبعا، يعني طبعا زي حالات التروماتيك برين كده، مش احنا قلنا ان هدفنا مش ان انا اعالج الهيماتوما اللي حصلت، لا انا هدفي ان ما يحصلهوش سكندري برين انجز للنورمال اريا اوف ذا برين،
هو داخل بحته فيها وحته سليمه، بقيه البراين سليم. انت لو ده بتاعتك انت بقى، دي جايه من عندك، لو حصل فيها مشكله تبقى ايه انت السبب فيها، ياتروجينيك، ان انت تتجنب ان يحصل سكندري برين انجري. وخلي بالنا من الكونسبت بتاع السريبرال بيرفيوجن والحته بتاع السريبرال بلاد فلو. انت عندك واحد انتراكرينيال بريشر بتاعه موستلي عالي، ممكن يبقى في برين اديما من الهايبوكسيا والاسكيميا والتغيرات اللي حصلت، ولذلك لازم تحافظ على السريبرال بيرفيوجن، ولذلك المين ارتيريال لازم يبقى كويس، فما ينفعش يحصل له اسكيميا منك، ما ينفعش انت كمان تبقى عليه. ايه الحاجات اللي هتأذي البرين وهتزود السكندري برين انجري عشان تاخد بالك منها عشان ما تعملهاش؟ اول حاجه خلي بالك من سيجرز. سيجرز دي بتزود الميتابوليزم بتاع البرين، فتخليه لايبل للبرين انجري. وبقيه الحاجات في حاجات عدت من هنا بس مش عايزه ارجع تاني، الهايبوكسيميا من ضمن الحاجات دي، تمام؟ يعني الهايبوكسيا طبعا سبب قوي، الهايبرثيرميا عشان كده برضو مش عايزين الهايبرثيرميا الحراره، السيجر الحاجات اللي بتعلي الميتابوليزم بتاع البرين عايزين نتجنبها. الهايبركابنيا وبرضو العكس بتاعها، ان انا اعمله سي او 2 وش مش حاجه مفضله، تمام؟ وان انا منتين النورمو جلايسيميا. كل الحاجات دي حاجات مهمه. طيب هل ده يعني السيجرز اللي حصلت دي يعني او لسه ما حصلتلوش، يعني انا عايزه اتجنبها، انا قررت ان انا اتجنبها عشان هي هتاذي البرين، فيلا بينا ندخل له انتي كونفالزم من غير ما يجيله حاجه. انا يعني فيما معناه طبيا بروفيلاكتيك انتي كونفالزم، نو اتس نوت ريكومندد، مش ريكومندد ان انا ادخل له بروفيلاكتيك انتي كونفالزم. اوكي، تاني نعم النقطة اللي بعدها الجي جي اي تي والجيني تي يورينري، محتاج نيزو جاستريك تيوب انسرشن. ايوه يعني المايه اللي دخلت في اللنج اكيد في دخل في الاستمك، وطالما كمان ركبت تيوب لا يبقى هنركب نيزو جاستريك تيوب انسرشن عشان اي ميه اسبريت ان هي تخرج. اليورينري كاث مهم طبعا عشان احسب بيها اليورين اوتبوت واحسب بيها الرينال افكشن بخباره ايه. الاتش الهايبوثيرميا مهمه جدا، الهايبوثيرميا اللي انا قلت لك ما يحصلش فيرذر دروب في البادي تمبريتشر، ان انت برضو تشيل لو هما ما عملوش ده في بري هوسبيتال، ان انت تشيل الويت كلوزز، تستخدم وورم بلانكتس. في حاجتين قلت لك، في حاجه اسمها باسيف ري وورمنج وحاجه اسمها اكتيف ري وورمنج. باسيف ري وورمنج انت هتدفيه، مش هتجيب له حاجه سورس اوف تمبريتشر ان انت تحطه عليه. ده يكفي لمين؟ من يعني كل واحد محتاج حاجه، يكفي للناس اللي الكور تمبريتشر بتاعتها من 32 ل 35، تمام؟ في الاحيان دي يا جماعه احنا المفروض بنبقى محتاجين في انواع من الثيرموميتر اللي هي اللو ريدنج، بتقرا القرايات الصغيره اللي ممكن تبقى اصلا نوت افيلبل معانا، او يعني ايه ممكن اعرفش اقراها، او حرارته مش قاريه خالص. فمن 32 ل 35 ده يكفي الباسيف ريورمنج. لكن لو moderately severe hypothermia اقل من 32 لا، ده محتاج اكتيف ريورمنج ميثود. مين الباسيف ومين الاكتيف ريورمنج دي؟ انا هدفي ايه اصلا هنا؟ انا هدفي ان انا ازود الحراره درجه درجتين، تمام، في الساعه، يعني كل ساعه تعلى، مش عايزه مش هولع عليه، يعني درجه درجتين في الساعه لحد التارجت بتاعي، يعني من 33 36، يعني 34 36 كويس، يعني اللي هو ايه يعني على البورتر لاين بتاع النورموثيرميا كده، تمام. ولا انا عايزاه يبقى هايبرثيرميك، ولا عايزاه اللي هو الهايبوثيرميا الفظيعه. طيب في كذا كيس ريبورت قالت ان الهايبوثيرميا دي حاجه حلوه جدا وبتحسن السرفايفل وبتحسن النيورولوجيك اوتكمز. ليه؟ لان هي زي الهايبوثيرميا كده اللي انت بتعملها في النيونات، يعني ليه؟ لان بتحسن بتقلل الميتابوليزم بتاعت البرين وبتخلي البرين ما بيعملش اي مجهود ولا اي ميتابوليك فانكشنز، بتبقى كلها دورمنت الى حد كبير. الكلام ده عليه كونتروفرزي، تمام. طب هنعمل له اكتيف ريورمنج لكل الناس ونريح دماغنا؟ لا، ما انت ممكن تلاقي التمبريتشر نطت منك، حصل لها اوفر شوت رابيدلي، وده نوت روتينلي ريكومندد. واحنا قلنا ان الهايبرثيرميا من ضمن الحاجات اللي بتعمل سكندري برين انجري، تمام. فمش اي حد فانت عايز تدفيه بسرعه، لا انا قلت لك مش مستعجلين، قلت لك ارفع حرارته درجه درجتين في الساعه، و36 جميله، 35 شغاله كده يعني، تمام. فهي نوت روتينلي ريكومندد الا لما تبقى انديكيتد، ده الاكتيف ريورمنج. مين الباسيف ومين الاكتيف؟ لا، الباسيف اللي انا لسه قايلها، ان انت تشيل مش عارف هدومه وتغطيه بملايه، حراره التكييف، كلام من الفاضي ده. الاكتيف بقى ده لو الحراره واقعه تحت 32 او تحت ال 30، تدي له اي في فلويد تبور من 40 ل 42،
الفنتليتور جازز. احنا عندنا طبعا الناس ما شاء الله اللي بتشغل الموديفاير اللي هو بيبقى مطفي اصلا دوت، ده ممكن تتحكم في حراره الموديفاير. يعني الزرار التاني في زرار بيقيد وفي زرار بيزود الحراره، انت ممكن تستخدم ده. ممكن تعمل جاستريك لافاج او بلادر لافاج بورم سلاين حرارته 42. فدي كلها حاجات بتعمل ايه؟ اكتيف ريورمينج. طيب الادفانسد لايف سبورت الالجوريزم، خلي بالك ان الهايبوثرميا دي هتغير لك حاجات في الالجوريزم. طبعا بفرض ان انت عارف الالجوريزم بتاع الادفانسد لايف سبورت في الحالات الارست، احنا بنتكلم كارست انت لسه في الطوارئ. الهايبوثرميا مأثره معاك غير في مده الريسسيتيشن اللي انا قلت لك ما تستعجلش عليه. التغيير ده جاي منين؟ ان الهايبوثرميك مايوكارديا ليس ريسبونسيف للديفايبريليشن اصلا. وكمان حاجه، الميتابوليزم بتاع الميديكيشن مع وجود الهايبوثرميا ده كمان بيتاثر زي الادرينالين. طب اعمل له ايه يعني؟ خلي بالك من الحاجات دي. دي التشنجز بتاعتي، ان انت لو هتدمن له ديفايبريليشن ده ليميتد لثلاثه شوكس. لو انا تحت ال 30 حرارته تحت ال 30 ثلاثه شوك خلاص انا مش هينفع. ليه؟ الريزم هنا هتبقى ريفراكتوري. صلح الحراره. ماشي، انا قلت لك ان الهايبوثيرميك مايوكارديا ريس ريسبونسيف، وهنا الاريزمي هتبقى ريفراكتري. كمان حاجه، الانوتروبيك الابنفرين تحت ال 30، خلي بالك ان انت ايه هتافويد، لازم تصلح الحراره لان الميتابوليزم بتاعها هيأفكتد. من 30 ل 35 لو هتعمل بتاع دوت هتدي ابنفرين، هتزود الدوزنج انترفال. يعني هو هتلاقي في الشارت بتاع البيدياتريك ادفانسد لايف سبورت هيقول لك انت تدي هنا ادرينالين، ادي جرعه ثانيه من الادرينالين، لا طول بعد مثلا دقيقتين او بعد 5 دقائق، لا هتطول الانترفال، هتدبل الانترفال في حراره من 30 ل 35. واهم حاجه خلي بالك ان انت هتفضل تشتغل سي بي ار لحد ما حرارته تبقى 32 فما فوق. ليه؟ لان انت اقل من 32 مش هتقدر ان انت تحكم على الطفل دوت ان هو ده مشكله من ان هو ضايد، الا لو في حاجات بقى شور ايفيدنس ان هو ايه ضايد من هيستوري، بقى لهم نص ساعه بيعملوا ريسسيتيشن في السين. فلازم تخلي بالك من حته الهايبوثيرميا. الانفكشن احنا تقريبا خلصنا الجزء اللي فيه ER. الانفكشن يفرق معانا؟ اه يفرق معانا طبعا، ان لو هيديتيريوريت وعدى منيها ممكن اصلا، يعني احنا عندنا حالات تقعد تتعب معاها وبعد كده تكاتش انفكشن وتدخل في سكه السبسس ونسميها ركبه الزحليقه، فبيموت يا حرام بعد كده من السبسيميا. فلازم تاخد بالك من الحته دي. لو في سيمتومز بقى انفكشن او في سبسس او اصلا الميه كانت جروسلي كونتامينيتد، هو وقع في ترعه والترعه دي انت عارفها وبتعدي عليها كل يوم، فايه يعني تمام. نوت بروفن ان احنا الانتيبيوتيك، استخدام الانتيبيوتيك هنا مش مؤكد ان هو بيحسن الاوت كوم. كلامي هنا على امتى تستخدم الانتيبيوتيك، ان انت لما تفكر ان في انفكشن، لكن انت تستخدمها روتيني هي نوت ريكومندد. بس احنا عندنا اي ميه اصلا هي ملوثه، يعني البيسين نفسه عارف يعني العيال بتعمل ايه. ماشي. في باي نيم طبعا المفروض انت بتعمل كالتشرز والكلام اللطيف ده، بس باي نيم السيبرو يعني مكتوب في كذا ريفرنس ان انت تدي سيبرو على 10 بير كي جي بير دوز كل 8 ساعات ماكسيمم 400 مللي جرام، والمفروض ان انت تعمل كالتشرز وتدي اكوردنج تو كالتشرز، او تدي حاجه تكفر السودومونس والبروتيس لو انت شاكك في ووتر بورن انفكشن. طيب الحته بقى بتاعت ان هو الطفل ده اعمل انفستيجيشنز ايه؟ اعمل انفستيجيشنز ايه؟ لكلهم، واحد اسيمتوماتيك ما عندوش اسيمتوماتيك، سيمتوماتيك او اسيمتوماتيك الطفل ما عندوش حاجه، لازم لازم انت في الطوارئ دلوقتي لازم تحطه على بالص اوكسيميتر، بالص اوكسيميتر عشان اشوف الساتوريشن بتاعه اخباره ايه تمام؟ واعرف معاه هايبوكسيا ما عندوش هايبوكسيا. هو انا بكلمك على واحد ما عندوش حاجه، ما عندوش سيمتوماتيك. اي سي جي ليه؟ يمكن كان غرقان عشان جاله اريزميا، او انا عارف منين يعني. والراديولوجيك ايمجينج تمام، اعمل راديولوجي مثلا على حسب بقى الميكانيزم بقى، هو كان اتخبط كان مش عارف فين، بس ابسطهم طبعا هي الجست اكس راي. واحد سيمتوماتيك بقى ولا واحد انكونشس، خلاص بقى اعمل له اللي انت عايز تعمله له كله، اعمل له كل الحاجات دي. هتعمل له بلاد جاز اكيد، هتسحب اي بي جي عشان تشوف لو في اسيدوزز تمام، ومنها اقدر اعرف البروجنوسز. خلي بالك احنا بنتعامل مع البيشنت، يعني بنتعامل مع ميديكالي وانسانيا وفي جزء ميديكو ليجل. خلي بالك لازم تدور على البروجنوستيك ساينز، ماشي اللي انا هقولها لك في الاخر، بس الاي بي جي هنا مهم للبروجنوسز. لو بي اتش اقل من 7.1 واحده من البريدكتورز اوف اول بروجنوسز، فانت بتعملها عشان تدور على الاسيدوسز.
تاني حاجه بتعمل بلاد جلوكوز. انا بسم الله الرحمن الرحيم لاي حد جاي الاستقبال باي حاجه، يعني واحد جاي ديستوربت باي ما نعرفش عنده ايه، كان معدي على الاستقبال لازم نعمله هايبو، نشوف عشان لو هايبوجلايسيميا هدفي ايه، هدفي نورموجلايسيميا. ليه؟ لان الهايبرجلايسيميا هي برضو ممكن تضر البرين والهايبوجلايسيميا كذلك. اعمل له سي بي سي، شوف البيزلاين هيموجلوبين بتاعه اخباره ايه، احنا عارفين برضه قلت لك ممكن يحصل هيموليسيس يعني ماشي. الكترولايت قلت لك مش الكامل ان هي يحصل فيها سيجنيفيكانت الكترولايت ابنورماليتيز في النون فيتال بس ماشي. الرينال فانكشنز ممكن يحصل اكيوت تبلر نكروزز. التشست اكس راي دي حاجه فيري فيري امبورتنت، مهم جدا ان انا اعرف منها الاي تي تي بوزيشن فين، اكونفيرم الاي تي تي. مش معنى ان انت بتدور على البلمونري دي ما تنسى ان انت مركب تيوب، عشان في ناس بتركب تيوب بزمه كده اكيد هم عارفين نفسهم دلوقتي تلاقي ايه التيوب داخله في الرايت مين برونكس يعني ماشي. فده مهم ماشي. وكمان حاجه بعرف منها از بيز لاين عشان لو حصل ايفولفنج اكيوت لانج انجري، اه ده كان داخل الاكس راي بتاعته شكلها كذا، بعد شويه الدنيا بتاعته اتعمل ازاي. سي تي برين لو في هايبوكسيك برين انجري، انا بدور على هايبوكسيك برين انجري طبعا بنتكلم على واحد سيمتوماتيك او انكونشس. سي تي سرفايكل سباين ده على حسب الميكانيزم، مش كل الناس هعمل لهم سي تي سرفايكل لكن على حسب الميكانيزم. قالت لك ده هو نط في مش عارف البير ولا اتخبط ولا في حادثه في مش عارف الموتوسيكل بتاع المايه ده خبطه اي حاجه. مهم جدا ان انت تبقى عامل ترياج. انت دكتور الاي ار كل شويه اقول لك انت مين، انت دكتور الاي ار ايوه اعمل ايه، اوديه فين بقى، اروح مين واحجز مين واكلم عنايه لمين فيهم، فلازم تعمل امرجنسي ترياج. تمام. البوينت اللي انا قلت لك عليها من شويه ان الاستوديز قالت لك ان الناس اللي ما جالهاش سيمتومز في خلال 7 ساعات نادرا ما هيجي لهم حاجه بعد كده، هم لقوا كده. فعشان كده قسموا الترياج ده لناس سيمتوماتيك وناس اسيمتوماتيك. اعمل لهم ايه يعني؟ والله لو هو جاي لك من الاول سيمتوماتيك ده كده في الترياج بتاع ده خطر خطر، ده اعمل له ايه؟ ده لازم يبقى ادميتد، ده ما هعمل ادميشن لمين مش هعمل ده، واعمل له مونيتورنج لحد بقى ما يخف بقى والسيمتومز والفيسيولوجيك ديستربنس تصلح له بقى الحاجات اللي بايظه عنده، ده لازم تعمله. الهوسبيتاليزيشن ده مهم لكل الناس السيمتوماتيك عشان اعمل لهم سبورتيف كير واعالج اي مشكله حصلت على الاورجنز مش على اللنج، احنا ما بنعالجش اللنج لوحدها مش بننشفها يعني ماشي. الناس اللي هي الاسيمتوماتيك بقى خلاص احنا قلنا من البدايه كده لازم ان انت كوشسلي اوبزرفد ومونيتور 8 ساعات 8 ساعات، ولو حصل له في خلالهم اني ديتيريوريشن فانت هتدخله وهتعمل له ادميشن. ليه انا قلت البق ده تاني كده؟ عشان برضو في الناس اللي هي في ناس بتبقى غالب عليها طبع الحنيه وتحط نفسها مكان الاهل، ده حلو وجميل، فما تجيش تطمن قوي كده بدري. اه يا حاج الحمد لله ما شاء الله الحمد لله، بس انا ايه احنا هنقعده بس معانا كده كام ساعه نطمن عليه فيهم ونروحه، لا ما بتتقالش الجمله دي خالص. عارف ليه؟ هو هيقعد كام ساعه دي هيتفرج عليك وانت ما بتعملش حاجه الواد، انت فعلا مش هتعمل اي حاجه، قاعد في ركن كده وانت عمال تشتغل مع حالات الاستقبال اللي انت مطحون معاها وابنه ما بتعملوش اي حاجه وما رحتش حتى تطمن عليه، يعني بصيت عليه كده من بعيد الساتوريشن شغال. فا اه هو ديتيريوريتد بقى من الباثوفيسيولوجي اللي انت فاهمه، هو الاب مش فاهم بقى الباثوفيسيولوجي ده، هو شاف ان الدكاتره ولود اللي مش عارف ايه سابوا الواد لحد ما الواد ديتيريوريتد. فالجمله بتتقال كده على بعضها، اه هو الحمد لله دلوقتي الحمد لله مستقر بس احنا لازم نتابعه عشان ساعات ما بيبانش في اول كام ساعه التاثير بتاع الغرق وممكن يظهر لنا في اي وقت، فاحنا هنقعده بس عشان نطمن حصل حاجه ولا ما حصلش، ولو حصل حاجه هنضطر وقتها ندخله. هي الجمله بتتقال كده تمام. لكن لو انت جيت قلت الجمله دي بعد كده انت بتبرر لنفسك عشان انت اهملت في الحال. على فكره يا جماعه الكلام اللي بقوله لك ده من خلال يعني يعني خلال الحالات انا عشتها وشفتها يعني ممكن حصلت معايا مع زمايلي، ف عشان ما تضربش في الاستقبال انا قلب عليكم تمام. طيب لقيت بقى الفيتال ساينز البولس الاوكسيميتر الستاتس بتاعته تشست اكس راي لقيتها كويسه والواد ده ما حصلوش اي ديتيريوريشن كلينيكالي ولا اي حاجه، خلاص روح تمام. ولكن لازم ابروبريت فولو اب. يعني ايه ابروبريت فولو اب؟ يعني خلي بالك يا حاج احنا كده اه تمام عدى عليك 8 ساعات اهو وعديت عليه عملت له شفت ساتوريشن بتكلميني متعشى حلو. طيب ده مش انا يا جماعه. طيب لقيت انت عديت عليه 8 ساعات عدوا عليك لقيت البلس الساتوريشن بتاعه كويس التشست اكس راي اوبتيند، مش التشست اكس راي الاولانيه انت هتعمل له اشعه قبل ما يخرج
ماشي، لقيته كويسه، مفيش اي كلينيكال ديتيريوريشن والحمد لله، والواد ده كويس. فخلاص طيب بص يا فندم، احنا كده والحمد لله حالته مستقره دلوقتي، فاحنا مفيش سبب ان احنا نقعد في المستشفى، ولكن خلي بالك خلي بالك لازم يبقى فيه انستراكشنز فيربال اند ريتن، لازم تكتبها له ماشي، ان هو امتى يرجع لك تاني للطوارئ، لو حصل له اي ريسبيراتوري بروبلم او اني بروبلم لازم يرجع لك على طول، ده في حاله ان هو يرجع امتى. لو ما حصلوش حاجه تعال لنا بعد 48 ساعه، او روح اقرب مكان جنبك وحده صحيه او مستشفى، لازم فولو اب مع الجي بي مثلا بعد 48 ساعه، ولكن لو حصل اي حاجه من الحاجات دي لازم ترجع immediately، ولازم الحاجات دي تبقى مكتوبه ومتقايله. لكن لقيت واحد مثلا جاي شكله تشايلد ابيوز، لا ما دام لازم يبقى معاه اهل اصلا كويسين يعني كيرنج يعني. طيب امتى كونسيدر ديشارج؟ اللي هو احنا قلنا خلاص لو واحد اي سيمتوماتيك او مايلدلي سيمتوماتيك، وانت عملت له اوبزرفيشن 8 ساعات وما حصلهوش اني كلينيكال ديتيريوريشن، عشان احنا عارفين ان ممكن يحصل حاجه اسمها سكندري دراونينج. طبعا خلاص بقى احنا عرفنا التيرمز، discharge is considered that there is no clinical deterioration في الوقت ده، خرج واعمل فولو اب مع الجي بي بعد 48 ساعه. طب امتى consider admission؟ اكيد العكس، كل الاطفال اللي هم mild symptomatic the admission except the mild symptomatic، دول لازم يبقوا ايه inpatient service. mild اللي دول احنا قلنا هنobserve ونشوف مستقبلهم ايه في الطوارئ. moderately severe ده طبعا خلاص ده لازم تعمل له stabilization في الاي ار وهيتنقل الى بي اي سي يو. تمام كده. طيب انا كده خلصت الجزء البري هوسبيتال وخلصت الجزء بتاع الامرجنسي ديبارتمنت، وروحنا اللي يستاهل يروح، والمفروض نعمل ادميشن للي مستاهل يادمت. انتوا صاحيين نكمل ولا انتوا اخباركم ايه؟ عشان ما بقاش بس بزهقكم. دكتور الخطيب سلام، دكتور الخطيب والله انت منور والله. شوفوا بس يا جماعه عادي يعني، وانا ايفن حتى انا كان في جزء ما كنتش هقوله اللي هو جزء الايمجينج، يعني هو اصلا مش هتلاقيه، يعني انت لو جيت اي كتاب مش هتلاقي كاتب لك الايمجينج، بس مش كاتبه اصلا مش كاتبه، بس انا حطيت نفسي مكان انا كدكتور. ايوه انت عمال تقول لي اعمل لي تشست اكس راي واعمل لي سي تي برين، ايوه قول لي هشوف فيها ايه. دكتور وفاء فاضل كتير يا جدعان، شوف اللي انت عايزينه. فاللي هو قول لي هشوف التشست اكس راي ايه، وهشوف السي تي ايه. انا مش لازم ابقى حد نيورولوجيست على فكره، يعني انا بكلمك انا مش نيورولوجيست، انا حد على باب الله زي زيك كده، بس على الاقل لما بتبقى شفت الحاجه، انا شفت الصوره دي، ده في هنا اسكيميا في السي تي برين، لا ده دي شكل اسكيميا، ده وايت سيريبيلم، ده لا 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 الواد ده شكله هايبوكسيك اسكيميك وشكله هيبقى سيبسيكلي. انا مش عايزاك حد نيورولوجيست، لان انا اصلا انا مش كده، فبس تبقى عارف البروجنوزز، ده دخل في اسكيميا ولا ما دخلش في اسكيميا، هتعرف السي تي لونج تشست فيها مشكله ما فيهاش مشكله، هبص على ايه، مش اللي هو هبص كده. احنا في ناس اصلا بنعرف السي تي مقلوبه ولا معلوله من اسم الحاله كده، فابقى عارف هشوف ايه. فانا كنت الجزء ده بصراحه ما اتكلمتش عنه، ولما تاخرنا الوقت كده قلت خلاص ان انا اكتبه. فهو ده انا عاملاه جزء منفصل عشان برضو ما يطولش وقت المحاضره والناس بتزهق. فاذا احنا على فكره الامبيشنت مش كتير، هو قرب يخلص، اذا انتوا لقيتوا ان انتوا حابين نكمل الايمجينج انا سيبته لوحده عشان كده، بس هو على فكره مهم جدا، وقتها بقولوا لي يعني. تمام. الامبيشنت مانجمنت، خلاص احنا الطفل ده دخلناه دلوقتي الاي سي يو او العنايه، اعمل ايه؟ قبل ما تقول لي اعمل ايه لازم يبقى في بلان في دماغك، انت مدخله ليه اصلا؟ مين اللي انا مدخله ده؟ هو اكيد في مصيبه عشان كده احنا دخلناه. احنا الناس الاطفال اللي خدوا ادفانسد لايف سبورت في الطوارئ في الاي ار ودون ريجين كونشسنس، او عندهم اني اورجن ديس فانكشن او سيفيرلي سيمتوماتيك اور ايفن مودريتلي سيمتوماتيك، لازم دول يبقوا ترانسفير تو ذا بي اي سي يو عشان يكمل العلاج بقى الاولاني اللي احنا عملناه ده، اسمه ستابيلايزيشن، ان انا الحقه ما يموتش مني، بعد كده خدوا بقى يشوفوا عنده ايه، عالجوه بقى، شوفوا اني اورجن، مين الاورجن اللي ضرب، شوفوا ظروفه ايه بقى. تمام. طيب هشتغل على هذه المحاور الرئيسيه، وانا بصراحه تعمدت ان انا احط النيورولوجيك انجريز
في الاول. ليه؟ عشان الناس اللي فاكره دراونينج ده لانج غرقانه وفيها بالمونري ايديما او فيها نيمونيا، احنا اسبريتد اسبريشن نيمونيا. لا، احنا في برين يا جماعه، في برين بيتعرض لهايبوكسيا. كلمه السر في دراونينج هايبوكسيميا اند اورجان دامج، وخاصه هو الاورجان ده اللي احنا عينينا على الاورجان ده. انا مش عايز اطلع عيل عايش بس مخه طايد. سي بي، هو ده سي بي، نيورولوجيك انجريز، respiratory problems، cardiovascular problems. بس انا هقول لك انت في العنايه هم دول الثلاثه الفاضلين في المانجمنت. على فكره اعمل ايه؟ هبدا لك بالنيورولوجيك انجريز، اعمل فيها ايه وسسبكت ايه، وفي حاجات مهمه تعرفها هقول للاهل ايه، او انا كدكتور الواد ده شكله رايح فين مهمه بالنسبه لي. اول حاجه لازم تعرف الاوتكمز بتاعت النيورولوجيك اوتكم معتمده على mainly على duration of loss of consciousness، ده مجمل عليه قالوا كذا، والنيورولوجيك ستاتس ابون برزنتيشن. في واحد جاي لي فايق غير واحد جاي اصلا ديستوربد. يعني لو الطفل جا لك فايق حتى لو معاه ريسبيراتوري ديستريس وبينهج وبتاع، غير اللي جاي لك كوماتوز، تمام، جاي لك جلاسكو 5، جاي لك جلاسكو 6. فالاوتكمز بتعتمد مني على كده. دي هتديني فكره مهمه قوي الجول اوف مانجمنت. احنا عايزين نعمل ايه؟ انا لسه قايلاها اللي هي prevention of the secondary brain injury. اللي حصل حصل، بس مش عايزين يحصل له further brain injury to the normal area of the brain. ونبقى عارف ايه الحاجات اللي هتعمل secondary brain injury. دول ischemia، فخلي بالك من الضغط بتاعه المين arterial عشان تحافظ على cerebral perfusion. في وجود هذا ال increase intracranial pressure فلازم تاخد بالك من volume status of the patient. brain edema، فخلي بالك من الالكترولايت بتاعته والصوديوم، نفس الكلام اللي قلته في التوماتيك برين. فخلي بالك ما يبقاش انت البلازما بتاعته او الدم عنده هايبوتونيك فتزود الانستنس بتاعت البرين ايديما. الهايبوكسيا، الاكسجينيشن از فيري امبورتنت رول، الهايبوكسيميا دي اكتر حاجه تاذي البرين. الاسيدوزس، السيجر ديس اوردر او حصل له اي كونفولجنز، كل الحاجات دي هتاذي البرين. كل دي الاستراتيجيز، فكك من الرسمه دي. اول استراتيجي، او انت هتعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ انا دكتور العنايه دلوقتي وخلاص عرفت ان انا هدفي اتجنب السكندري برين انجري وعرفت اعدائي، اعمل له ايه بقى؟ اول حاجه، الحاجه الوحيده اللي احنا elevation of the head of the bed to 30 degree. انت لما بتعمل له كونسلتيشن نيورولوجي نيوروسيرجري بالذات، بيكتب لك راس رفع الراس الى اعلى الى 30 degree، ولكن لا تنسى قبل رفع الراس الى اعلى ان انت تتاكد ان مفيش سيرفايكل سباين انجري. يعني ماشي، فلازم تخلي بالك من حته سيرفايكل سباين انجري، وانا قلتها في الاول مش عايده تاني، في حته ان احنا elevation of the head of the bed. تاني نقطه ان احنا نعمل حاجه اسمها برين بروتكتيف استراتيجيز. يعني ايه برين بروتكتيف استراتيجيز؟ يعني كل الحاجات اللي احنا قلنا ان هي هتؤذي البرين هناخد بالنا منها. بمعنى هافويد الهايبرثيرمي، الحراره، تمام، ليه؟ لان هي بتزود الميتابوليك ديماندز بتاعت البرين، ماشي. وكمان حاجه الحراره بتعمل ايه غير ان هي بتزود الميتابوليزم بتاعت البرين؟ بتقلل الثيجر ثريشولد. يعني مثلا هو كان واحد ناوي يتشنج، كل ما يسخن كل ما يتشنج بدري، فخلي بالك من الهايبرثيرمي اول حاجه. تاني حاجه الهايبو والهايبر جلايسيميا، عشان كده لازم تمونيتور الراندوم بلاد شوجر بتاع الطفل ده. تالت حاجه الفوليوم ستيتس بتاعته والسيريبرال برفيوجن، خلي بالك من الضغط والمين ارتيريال بريشر. خلي بالك من حته ان احنا محتاجين مايلد سيستميك كولينج. انا قلت ان احنا عايزين حراره 35 36 على الاقل 24 ساعه 48 ساعه، كل الحاجات دي ممكن تبقى ليها بروتكتيف رول. ده كبرين بروتكتيف استراتيجي. اختصارا ليها، خلي بالك من الحراره، البلاد جلوكوز، البلاد فوليوم والارتيريال بريشر والكولينج. دي اسمها برين بروتكتيف استراتيجي، هتلاقيها في اي حاجه فيها ايه واو في البرين. بعد كده السيجر اكتيفيتي، احنا قلنا ان التشنجات او اي كونفولجنز لازم ان هي تبقى اجريسيفلي كنترولد. ليه؟ لان هي بتزود السيريبرال بلاد فلو، بتزود الميتابوليك ديماندز بتاعت البرين، واحنا عايزين نريح البرين ده على الاخر. فلذلك احنا لو حصل كونفولجن لازم تبقى اجريسيفلي كنترولد. ولو هستخدم حاجه استخدم مين؟ استخدم نون سيديتنج انتي كونفولجنت، بالعربي فينيتاين، ماشي. نون سيديتنج ليه؟ نون سيديتنج عشان اقدر احكم عليه هو ما بيفوقش ليه، ما بيفوقش من السيديشن اللي انا مديها له، ولا ما بيفوقش من الانسلت اللي عنده، تمام. يبقى انا لو عنده كونفولجنز هستخدم فينيتاين. طب هل ان انا ادي بروفيلاكتيك؟ قلنا نو رول للبروفيلاكتيك. طيب
تالت حاجة حتة الامباندنج هيرنيشن. ولذلك أي حالة في العناية عندك كل يوم لازم تعدي كده تبص على الطفل عامل إيه، هو كوماتوزة، مش هبص عليه أسأله، أبص على البيوبلز ايكوال رياكتيف ريسبيراتوري باترن، أخباره إيه. ما استناش الكوشنج ترايات بتاع الهيرنيشن يعني، فلازم أدور على اني ساينز اوف امباندنج هيرنيشن، ريسبيراتوري باترن بتاعه غريب. ما تقوليش ما هو على الفنتليتور بيجاوب، لا ده سنترال بريثنج. ما ده سنترال في ايه يا حاجه، انا خايف. لازم يبقى في فوبيا في دماغك كده، مش فوبيا يعني، انها كونسرن عن الامباندنج هيرنيشن، لان دي امرجنسي. لو احنا قلنا ان الهايبر فنتليشن مش من الحاجات اللي ليها دور في التعامل كنيورو بروتكتيف، بتقلل الانتراكرينيال بريشر، لا ما بستخدمهاش، لان الهايبوكابنيا برضو مش مفضله للبرين، ولكن هستخدمها فقط في الامبندنج هيرنيشن. انا محتاج حاجه سريعه تنزل الانتروكرينيال بريشر لانه بيهرنيت دلوقتي، تمام؟ فلازم اخلي بالي في الامبندنج هيرنيشن انت هتعمل له هايبر فنتليشن عشان اعمل رابيد ريدكشن انكريز انتروكرينيال بريشر، وده يبقى تمبرري وافويد البرولونجد هايبر فنتليشن، لانه هيعمل ايه؟ ما انت بتقلل السريبرال بلاد فلو. ما انا فكره الهايبر فنتليشن تشوش السي او 2 فتقلل السريبرال بلاد فلو. انا بعملها اعملها مؤقت عشان في امباندنج هرنيش، لكن ما افضلش ماشيه على كده فالسريبرال بلاد فلو هيقل، فادخل في مشكله في البرفيوجن، صح كده؟ فافويد البرولونجد هايبر فنتليشن سواء انا عملته بايدي او انا حطيته على الفنتليتور، فاخلي بالي من ده. خلي بالي كمان ان انا اي لو whenever necessary ان انا ممكن احتاج اعمل له ستاديز وفريكوينت نيورولوجيك ايفالويشن، احتاج اعمل ام ار اي امتى؟ احتاج لما الاقي ساينز، ماشي؟ ولذلك لازم كل شويه اخلي بالي وانا بمر على الحاله، مش بتمر عليه تسمع التشست وتشوف الفنتليتور وتشوف الاكس راي والسي تي بتاع التشست، اخباره اما في برين فوق خلي بالك عليه، ماشي؟ واخر حاجه برضو افويد النيوروماسكولار بلوكرز. ليه؟ لان هي بتماسك النيورولوجيك ساينز. انا خلصت البرين، هنقل على التشست ريسبيراتوري بروبلمز. زي ما انا قلت لك السي تي هات والام ار والحاجات دي انا عملت لها سكشن لوحدها عشان لو انتوا زهقتوا تو بي كونتينيود ليتر يعني. ريسبيراتوري بروبلمز ما نعرفش غيرها يعني، هي دي اهم حاجه بالنسبه لنا. خلي بالك ان الريسبيراتوري فيلير كان ديفلوب رابيدلي اور انسيديوسلي، يعني ممكن يبقى داخل عادي شغال ويدخل في سكندري دراونينج، ديلي دراونينج، كان في الاول كويس حصل له بروجريسيف اند اون جوينج بومري ايديما ودخل في ريسبيراتوري فيلير او ايفن من الهايبوكسيم. ساينز اوف سيمتومز اللي انا هخلي بالي منها، ما عادي ابسط حاجه احنا عارفينها، تاكيبني وشورت سبريس، في ويز، في كريبيتيشنز، ما خلي بالي ما سمعتش التشست عامل ايه. تشست اكس راي ات سي تي ات برزنتيشن بتختلف من انها تبقى كومبليتلي نورمال او ان الاقي فيها بولمونير ايديميا سواء كانت لوكالايزد او كانت بيري هايلر او ديفيوز بولمونير ايديميا ات بريزنتيشن. ممكن يجي لي ديفيوز بولمونير ايديميا ات بريزنتيشن على حسب بقى، مش في قصه وفي عدى على مصر كلها قبل ما يجي لنا وغرقان بقى فين وقعد قد ايه، في فيلم كده فوالله هو وظروفه بقى، ممكن يبقى نورمال ممكن يبقى لوكالايزد بولمونير ايديميا بيري هايلر ديفيوز بولمونري ايديما. خلي بالي من الالف ده، المره الثانيه التشست راديوجرافي may not reflect the exact extent of the pulmonary involvement، ما تقوليش اللنج هيحصل فيها ايه. should be done when indicated by symptoms. any change في symptoms عيد التشست اكس راي او تشست راديوجرافي، يعني بنتكلم تشست اكس راي او سي تي، ان هي مش هتقول لك اللنج يعني لو لقيتها نورمال ما تفرحش قوي يعني، ماشي؟ طيب اعمل له ايه بقى؟ يعني لو لقيت مع برونكوس باز ايه المانجمنت بقى اللي انا هعمله؟ برونكوس باز خلاص اتعامل معاه زي حالات الازمه عادي، اديله انهيلد بيتا اجنس عادي عادي برونكوس باز. لقيت فيه نيمونيا خلاص يبقى انا اسسبكت الووتر بورن باثوجينز سودوموناس بروتيس، اتعامل معاه زي اي نيمونيا. دخل في اي ار دي اس وانا حطيته على الفنتليتور، مش تاخد الفنتليتور بالسيتنج اللي عليه وتروح توصلها، لا في حاجه اسمها ميكانيكال فنتليتور استراتيجيز بتاعت الاي ار دي اس والاكيوت لانج انجري، تمام؟ ليهم بعض الفنتليشن استراتيجيز اللي هي ايه؟ انا عندي لانج اكيوت لانج انجري وداخله في اي ار دي اس وبولمونري ايديما وكلام مش عارف فنتليشن برفيوجن مس ماتش والدم راح للالفيولاي ما لقاش فيها هواء، فاحنا لازم نعلي البريشر جواه. اعمل ايه؟ باختصار اربع حاجات كده عبط، استخدم لو تايدال فوليوم من 5 ل 6 مللي بير كي جي، يبقى له تايدال فوليوم عشان انا كمان ما اعملوش لونج انجري من الفنتليتور، ما الفنتليتور بيعمل كده. حطه على اف اي 2 اقل من 60%، مش معنى ان انت خايف عليه فتحطه على 100%، الله مش هتفرق يا جماعه، انت هتعمل له توكسيستي.
اوبتمايز البيب ممكن توصل ل 10 11. في ناس اللي هي ثابت عندها بيب 4 و5، دول يا جماعه انت بنتكلم في بولمونري ايديما، بولمونري ايديما اي ار دي اس، اي ار دي اس محتاجين بريشر عالي جوه، فاوبتمايز البيب. اما نقول اوبتمايز بلاتو بريشر اقل من 30، يعني ما تحطليش بي اي بي مش عارف 45ات و40ات، عشان هو ده اللي بيحقق. تسمع كلمه بيحقق؟ اذا كان انا قلت لك مش عايزه احقق، انا عايزه فوليوم قليل اوصل 5 ل 6. وخلي بالك البي اي بي ما بنبصش على البي اي بي، بنبص على حاجه اسمها البلاتو. مش وقتها ان احنا نشرح الفرق ما بينهم، بس بصفه عامه البلاتو ده اللي هو يعتبر الضغط اللي جوه الالفيولاي، وملناش دعوه اللي في الايرواي، يعني ملوش علاقه بالريزيستنس بتاعه الايرواي. يعني لو دخلنا شويه هواء وكتبناهم في اللنج يدينا ضغط قد ايه، هو البلاتو. بيتجاب منين؟ مش هو البي اي بي. انت لو عملت حاجه اسمها انسبيراتوري هولد على الفنتليتور هتلاقي الفنتليتور بيقرا حاجه اسمها بلاتو بريشر. البتاع ده احنا عايزينه اقل من 30 وخلاص، ماشي؟ احنا عايزين بلاتو بريشر. دي الفنتليشن استراتيجي بتاعت الاي ار دي اس. في اي اي ار دي اس؟ في درس لوحده اسمه اي ار دي اس بيجي من 500,000 حاجه. احدى هذه الحاجات الدراوننج، تايدال فوليوم قليل، بيب غالبا عالي، اف اي 2 اقل من 60، بلاتو بريشر اقل من 30 ويفضل اقل من 28 كمان. هي دي الفنتليشن استراتيجي، تمام؟ طيب ندي سيرفاكتنت، هتلاقي في بعض الاماكن المتقدمه، لا في مصر عادي يعني، ان احنا ندي اكسوجينس سيرفاكتنت. مش احنا قلنا الميه المالحه والميه العذبه دخلت عملت ووش اوت اوف سيرفاكتنت؟ طب ما ندي سيرفاكتنت. هو ده الراشيونال بتاعه، ان احنا الراشيونال بتاع السيرفاكتنت ان انا هريبليس الووش دي سيرفاكتنت باللوجيك كده. اه حلو جميل. طب الحقيقه نو هاي كواليتي ايفيدنس انه بيحسن البولمري فانكشنز، بس ما حدش قال ما تديهوش. هو قال ما فيش لو هاي كواليتي. والله انت عملت حاجات كتير ويعني وسويرس معاك فخلاص هات، تمام. بس هل هو في ايفيدنس؟ نو هاي كواليتي ايفيدنس ان هو يحسن البولمري فانكشنز. اخر حاجه بقى، ده عدى مرحله السويرس اللي هو الايكمو. موجود في مصر في بعض الاماكن القليله في مصر، انا ما اشتغلتش عليه وما شفتوش لحد دلوقتي، تمام. هو حاجه نفس فكره كده الايكمو، يعني اكسترا كوربورال ميمبرين اوكسجينيشن. فكره مكنه الغسيل بتاعه الكلى، انت بتاخد الدم وتغسله بره، احنا برضه هنريح اللنج، هناخد الدم ونأكسجينيت بره ونريح اللنج، مش عايزين منها اي حاجه. هي دي فكره الايكمو ببساطه. طبعا ايه، انا ما اشتغلش عليه، ماشي؟ ده في الحالات اللي هي ايه الريزيستنت بقى، كيسز بقى خلاص حاله ميؤوس منها او سيفير كيسز، او في الناس الاماكن المتقدمه بتستخدمه ايرلي، مش لازم توصل للحاله انها تبقى خلاص ضايعه عشان تتحط على الايكمو. في جروب على الفيسبوك اسمه ايكمو سيرفايفرز، فيهم ناس كتير عدوا من ايكمو ده عادي يعني، بس ده عندهم يعني. خلصنا اللنج. اخر حاجه هي الكارديو فاسكولار بروبلمز، ايه المشاكل اللي هتجيلي؟ يعني هل بس كان بيشنت شوكد ولا الهارت نفسه افكتد؟ اه طبعا. مش في هايبوكسيا؟ اه طبعا يبقى افكتد. هيجيلي ايه يعني في الكارديو بروبلمز؟ اول حاجه هيجيلي مايوكارديا ديسفانكشن. وارد يعني جدا يحصل مايوكارديا ديسفانكشن؟ اه طبعا. في هايبوكسيك كارديومايوباسي، يحصل له هايبوكسيك كارديومايوبسي. طب اتعامل معاه ازاي يعني الهايبوكسيك كارديومايوبسي ده بيحصل؟ خلاص انا هدي له بازو اكتيف ايجنتس عشان احسن الكارديك اوتبوت واحسن الاورجان بيرفيوجن. ادخل له بازو اكتيف ايجنت بس برضه كوشسلي، انا بتعامل مع مايوكارديوم ديزيز وتعبان، فالحاجات دي كلها برضه لو احنا خدنا النوتروبس هتلاقي ان هي بتأفكت على المايوكارديوم. طيب ممكن بيشنت بتاعي يبقى هايبوتنسيف مش مني، هايبوتنشن؟ اه في ترم كده اسمه كولد دايوريسيس، ده برضو جاي من البلوه اللي اسمها هايبوثيرميا. يعني ايه فكره يعني ايه؟ يعني ازاي واحد يتعرض لهايبوثيرميا يجي له هايبوتنشن؟ يعني ليه يعني؟ يعني ليه الغم ده؟ حاجه اسمها كولد دايوريسيس. هو ايه كولد دايوريسيس ده؟ هو يعني نظريا كده قالوا ان الواحد لما يبقى انيشال فازو كونستراكشن، واحد تعرض لكولد هيحصل له ايه؟ فازو كونستريكشن بريفرن، صح؟ طيب الدم راح فين؟ دخل الكور، دخل الحاجات السنترال بلاد فيسلز. فالسنترال فوليوم ريسبتورز حست ايه؟ حست ايه ده؟ ايه الهايبر فوليوم اللي انا فيها دي؟ لا هو قامت بعته للانتي دايرتيك هرمون، عملت ايه؟ انا عندي فوليوم كتير، فقامت سبرس الانتي دايرتيك هرمون. لما وقفت الانتي دايوريسز حصل له دايوريسز، فبدا يحصل له
بوليوريا واللوس للفوليوم نتيجه كولد دايوريسز. ولذلك فاحنا نخلي بالنا بس في الهايبوتنشن ده. طبعا كل ما كان الايدج اكبر شويه كل ما تلاحظ الحته بتاع كولد دايوريسز دي جايه من الكولد دايوريسز والهايبوثيرميا. خلي بالك من الفلويد والفازو اكتيف سبورت. عشان كده طب ما حدش سالني مثلا احنا في الاول ادينا فلويد ليه؟ مخلي بالي اه من دم اه ممكن يحصل له، وايه اللي دخله في هايبوفوليميا؟ ولا هو شوكد ولا هو لوست الفلويد ولا بيرجع ولا ضياريه ولا بيرن، اه ممكن يحصل له كولد دايوريسز. فلازم انا باسس وبتدي علاج اكوردنجلي. احنا تقريبا يعني خلصنا الحاجات اللي هي المين توبيك. يعني ايه الحاجات اللي ما عليهاش ايفيدنس، يعني استخدامها ما عليهاش ايفيدنس؟ احنا نعرفها عشان نستخدمها، بس احنا واحنا عارفين ان هي ما فيهاش ايفيدنس المفروض ما نستخدمهاش. يعني الحاجات اللي ما عليهاش ايفيدنس ان ما فيش رول للروتين، ما فيش ايفيدنس يسبورت روتين يوز اوف بروفيلاكتيك انتيبايوتكس. بس طبعا عندهم يعني ماشي هم يقولوا هم عايزين. برضه ما فيش ايفيدنس للروتين يوز اوف كورتيكوستيرويدز، وبرضه ما يزال في ناس بتستخدم الكورتيكوستيرويدز ما تفهمش ليه روتين بيه. برضه ما فيش هاي كواليتي ايفيدنس لاستخدام السيرفاكتان، بالرغم من ان في كيس ريبورتس قالت ان استخدامه مفيد وحسن البولمري فانكشنز. بس انا بقول لك ايه اللي عليه ايفيدنس وايه اللي ما عليهوش عشان تبقى عارف. خلصنا تقريبا معظم الموضوع. البروجنوسس، انا محتاجه اعرف البروجنوسس بالنسبه لي كدكتور وبالنسبه للاهل، كل يوم يقعدوا يسالوني يا دكتور يا دكتور يا دكتور. فبالنسبه لي برضو انا عايز اعرف ايه البروجنوسس، ايه الحاجات. انا مش هقول لك الحاجات الجود بروجنوز، اقول لك ايه الحاجات اللي هي البور بروجنوز. البور بروجنوستيك ساينز اهم حاجه واخطر حاجه، وانا قلتها في الاول ان ذا موست كريتيكال فاكتور هو ديوريشن اوف سبمرجن، اللي هو اكتر من 5 دقائق ده موست كريتيكال فاكتور. عشان كده وانا قلت لك وانت بتاخد الهيستوري سالهم قاعده قد ايه تحت الميه لازم تبقى دقيق معاهم. لازم ايوه اللي هو 5 دقائق عندنا كنايه عن انه ما كملش، يعني بالنسبه لنا كشعب يعني 5 دقائق ده كلام لا، فاكتر من 5 دقائق دي حاجه خطيره جدا. ده موست كريتيكال فاكتور انه يحصل له بور بروكنوزس. لو لقيت بقى حد قاعد اكتر من 25 دقيقه تحت الميه فهنا الريسك بتاع البور بروجنوزز. نقصد بكلمه بور بروجنوزز ايه يا جماعه؟ نقصد بيها المورتاليتي او السيفير نيورولوجيك اوت كومز. خلي بالك ده بور بروجنوزز. لو واحد قعد اطول من 25 دقيقه ده غالبا ريبورتد 100% بور بروجنوزز، سواء مورتاليتي او سيفير نيورولوجيك اوت كومز. يبقى حته الديوريشن اوف سبمرجن از ا فيري كريتيكال بوينت، ما ينفعش ما تسالهاش في الهيستوري تقول اصل انا كان داخل معايا حاله دراونينج وحشه فما اخدتش هيستوري، امال مين اللي هيعرف؟ ده مهم. ايه كمان في البروجنوز؟ تايم للبيزك لايف سبورت قعد قد ايه؟ انت هتسالهم قعد قد ايه على ما حد جه يعمل له بيزك لايف سبورت؟ اطول من 10 دقائق بور بروجنوستيك فاكتور. قعدنا نعمل ريسسيتيشن اكتر من 25 دقيقه اكستريملي بور اوت كام. لو هو ما حصلش روسك اللي هو ريتيرن اوف سبونتينيوس سيركيليشن في 30 دقيقه ده غالبا ده فيري بور اوت كام، سواء هيموت سواء البرين هو اللي هيموت. سن برضه فوق 14 سنه وجدوا ان هو من الحاجات اللي هي الريسكي. الجلاسكو اقل من 5 اول ما جالك ده بور بروجنوستيك. الاي بي جي البي اتش الارتيريا، الارتيريا البي اتش اقل من 7.1 ات برزنتيشن، دي واحده من بور بروجنوز. ولذلك الاي بي جي ان انا قلته في الاول في الانيشال انفستيجيشنز حاجه مهمه جدا، ما ينفعش ما تعملوش اي بي جي عشان انت عم شفت الساتوريشن. انا ما قلتلكش اعمل له اي بي جي عشان تشوف البي او 2، قلت لك بص على البي اتش بتاعته عشان اقل من 7.1 قلق شويه وهات ناس تقلق معاك. ريزيستنت ابني او احتاج سي بي ار في الاي ار، يعني تعاملوا معاه في الطوارئ وفي الاسعاف في سوري ومكاننا جه وجالي الاي ار وستيل في ابني او ستيل محتاج سي بي ار، فموستلي الطفل ده بور بروجنوستيك. قعد عندي في العنايه وما حصلش اني سبونتينيوس بيربس فور موفمنت عند 24 ساعه ده is an ominous sign of poor neurologic outcomes. انا مش مديله سيديشن، هو ما اتحركش ولا في spontaneous ولا purposeful بعد 24 ساعه، غالبا غالبا الواد ده هيسيب لي severe neurologic insult. انا كده يا جماعه انا خلصت الجزء بتاع الدراونينج اللي هو الدراونينج نفسه. تمام، زي ما قلت لكم انا كنت عامله بتاع ده اسمه ايه الايمجنج، كنت عاملاها لوحدها بس اي ثينك ان انتم متوا يعني عايزين تكملوا اوكي عايزين. بس هو للامانه انا الفتره هذه الحاليه انا فيري فيري يعني اوفر ويند، يعني ما كانش عندي وقت بصراحه اعمل بتاع دي نفسها. بس بصراحه انا كنت وقعت يعني وورايا حاجات تانية كتيره جدا 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 جدا.
فقلت اخلصهم كلهم، اشوفوا انتوا عاوزين ايه يعني. هي في ناس بتكتب الفرانكو، فما اعرفش. هو جزء صغير، الباقي صور سيتيهات واكسرهات، ما فيش كلام نظري عشان يا رجاله. انتوا عايزين كفاية نكتب بسرعة واحنا فاكرين. مرة تانية ان شاء الله. طيب بص، الجزء اللي باقي مش كبير، هو كله صور يعني. انت خلاص، انت عرفت خلاص ان انت بقيت نينجا، والحد اللي هتبص على عرفت خلاص هعمل ايه، واشوف ايه في التشست، وهعمل اكس راي، وهعمل سي تي تشست، وانا مقلق على البرين، فهعمل سي تي برين، او بص تعمل ام ار اي احسن. فانت مش عارف بتبص على ايه. الصوره انت متوقع التشست اكس راي تبقى شكلها ايه، هي دي الحاجات اللي انا هوريها لك دلوقتي ماشي، عشان انت على الاقل لما تعدي عليك the eyes see what's known to the mind. الجملة دي مهمة جدا، انت ممكن تبقى فيه حاجة وانت مش عارف اصلا. الايمجينج ده ايه؟ الفيرست ايمجينج موداليتي هي التشست راديوجراف، تمام؟ راديوجراف يعني اكس راي وسي تي هات، ما قلتش التشست اكس راي. والحاجة اكتر حاجة انت هتشوفها في التشست راديوجراف هي البايلاترال بريهايلر بولمونري اوباسيتيز. دي الحاجات اللي انت هتشوفها. انا لما تمسك الاكس راي تدور على ايه، او تمسك انت بتبص تدور. انا بكلمك كانك واحد زي حالتي كده، ما تعرفش قوي في السي دي في الراديولوجي، تمام؟ فاحنا بندور على بايلاترال بريهايلر بولمونري اوباسيتيز. طيب خلي بالك ان 20 ل 30% العيال اللي جالها نون فيتال هتلاقي عندهم فيري نورمال انيشال تشست اكس راي، يعني 20 30% نسبة مش صغيرة. هتلاقي الاكس راي ايه ده، ايه الحلاوة دي كده يعني. طيب بالنسبة للبرين، انا بدور على ايه في الايمجينج بتاع البرين؟ انت خلي بالك انا عندي مشكلة هايبوكسيا، فاحنا بندور. هتلاقي لو انا بعمل سي تي او لو انا ماسك ام ار اي، انت الاول اسالهم الفيلم ده فيلم سي تي ولا فيلم ام ار اي، تمام؟ لو انت فيلم سي تي احنا بندور على اكتر حاجه صحيح، هتلاقي في ديفيوز لوس للجراي وايت ماتر ديفرنشيشن، عارف انت الفيتشر بتاعت البوموري بتاع البرين اديما، اه حاجه شكل كده. ولو الفيلم اللي في ايدك ده ام ار اي، بندور على حاجه اسمها هاي سيجنال. دي كلها تاثيرات البرين هايبوكسيا. دي اول صوره. ايه الثلاثه بيزك ايمجينج باترن؟